إذا كان المشروع مربح على الصعيد الشخصي وبنفس الوقت كمان دراسة مالية عنه إنه بيقدر يعمل ربح أو لا حتى نفوت فيه دراسة جدوى مالية واقتصادية بنفس الوقت، بس بتكون دراسة هي تمهيدية، هذه بتكون يعني بتكون دراسة مرحلية، لأنه في عدة مراحل. في عنا دراسة جدوى بيئية للمشروع، دراسة جدوى هندسية، يعني في كذا عنصر لازم يكونوا متلائمين لحتى نمضي بهالمشروع وننفذه وندعمه ونخليه يصير مشروع حقيقي يعني واقع على الأرض. بدي أقول شو رأيك بالحركة التجارية والصناعية من وجهة نظرك؟ إذا بدي أقيم الحركة التجارية هلأ بهالسنة سنة 2018 للأسف يعني كلها يعني ركود، يعني إذا بدي أقيمها في حالة ركود وشلل بالحركة التجارية. وهذا يمكن لأنه الناس للأسف عم تستورد كل منتجاتها من الصين، يعني الصين غازية السوق اللبناني، السوق اللبناني بجمود، وسوق اللبناني للأسف جامد، والصناعة بلبنان مثل ما بتعرفي انخفضت يعني بشكل 60-70%، يعني ومصانع كتير للأسف عم تسكر بوابها. هيدي حالة عم تتفاقم يعني سنة ورا سنة. نحن كمركز حبينا نكسر هالحالة هيدي، وأخذنا هالمعمل الصغير مثل ما شايفين، نحن بطور تجهيز هالمعمل، وحبينا نتعاون مع شباب عندهم أفكار أوكي، حتى ما نتركهم يفلوا لبرا، يروحوا يترجموا مواهبهم برا وتتبناهم غير دول. قلنا لا، نحن منخليهم ببلدهم، منخليهم يعني مزروعين بهالأرض مثل ما بيقولوا، ومرتبطين بأرضهم، وبنفسح لهم المجال من خلال هالمعمل هيدا ينفذوا أفكارهم وأحلامهم. يعني ليش ما في حماية للمهنة الحرفية والمهن الحرة بلبنان؟ في احتكار، يعني في موضوع احتكاري هون بالموضوع، وما بدي ادخل بمواضيع ثانيه. مفهوم. نعم، ما بدي ادخل بمواضيع ثانيه، بس في 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 سياسه احتكاريه، بنملك يد عامله مشرفه، ليش انه عم نضطر هو اللبناني وين ما كان ناجح، يعني وين ما راح عم نضطر نجيب نحن يد عامله اجنبيه، ما نحن عنا يد عامله بتضاهي اليد العامله الاجنبيه، فليش ليش ليش عم يعني ليش عم منجيب ليش عم نستعين باليد العامله الاجنبيه؟ يمكن لسبب واحد، لانه يمكن اليد العامله ارخص فقط لغير، بس بالنسبه للجوده عنا الجوده، جوده اليد العامله اللبنانيه نمبر 1 يعني رقم 1. بالنسبة حضرتك لأنك خبير اقتصادي ومالي، شو رؤيتك الاقتصادية بالنسبة لنخلص من الركود اللي موجود بلبنان؟ شو بالنسبة على المهنة، على بالنسبة للصناعة، بالنسبة للتجارة، على جميع الأصعدة، شو فينا نعمل للاقتصاد؟ أولا الاقتصاد ليطلع من هالكبوة اللي هو فيها والتدهور اللي هو فيه، أول شغلة في سياسة عامة لازم تتخذ، يعني سياسة عامة اقتصادية من قبل الحكومة، غير عبر تخفيض الضرائب، وغير هيك عبر الدعم، انه اليوم بدل ما نستورد ونفتح السوق الصيني نتكلف اكثر. تعوا افتحوا انتم مصانع وشجعوا هالشباب، في شباب كتير فيها تقوم بهالمصانع هيدي، وفيها ترجع تحرك الصناعه من اول وجديد. وشغله ثانيه، يعني نحن لأنه من بعد 75 الدولة اتجهت على استثمرت بالسياحة، هيدول مصانع كتير حتى مش بس بلبنان، طلعوا على الدول العربية ونجحوا برا، لأن أثبتوا نجاحهم، الجودة اللي يعني جودة النوعية البرودكت اللي عم بيجوها من خلال نتمنى حدا الدولة شوي أنه تعمل شوي للبلد، يعني Thank you.
الكبيرة والكبيرة الحجم المحلية والعالمية، ونحن منساعد هالشركات هيدي يلي عم تعاني من أزمات مالية، بنقدم لها دراسة جدوى حتى تتخلص من أزماتها المالية، ونساعدها حتى تنهض من أول وجديد وترجع تحقق أرباح. أوكي. ومنساعدها كمان تعمل إعادة هيكلة لبنيتها الإدارية، ومندرب لها كمان كل عناصر الموارد البشرية كلها على أحدث التقنيات والمعايير اللي بتواكب اللي بتعتمدها الشركات العالمية. وعنا كمان منقدم دراسات تسويقية ودراسات عدة يعني لشركات. اوكي. هي حسب ما بتطلبها. عرفت كمان انه بتستثمروا افكار الشباب بطاقات منتجه للاستثمار بمشاريع بتساهم بنهوض اقتصاد البلد. اكيد شوي فكره اكيد. نحن مركزنا شوي يعني بيتميز عن غيرنا انه فتحنا مجال لكل شاب عنده فكره او مشروع معين او اختراع بعده على القلم والورقه انه يتقدم فيه للمركز تبعنا، ونحن عندنا فريق متخصص بيقوم بدراسه هالفكره. هي دراسه مرحله تمهيديه، اذا لقينا انه يعني اذا لقى الفريق المتخصص انه هذا المشروع منتج بينتقل للمرحله اللي هي تمويل. لا الدراسه الثانيه، دراسه الفايف بيز بيقولوا لها، هي دراسه جدوى اقتصاديه وماليه، دراسه تسويقيه، دراسه فنيه، دراسه بيئيه، دراسه المخاطر للمشروع، واهم شيء هي اول مرحله هي دراسه جدوى اقتصاديه وماليه. نحن مركز عليها لانه دائما لازم يكون في تناغم بين الربح الخاص والربح العام. يعني هذا المشروع لازم ياخذ بعين الاعتبار ربحيته، لازم كمان ينصب على الاقتصاد العام، يعني لازم ثماره ينصب على الاقتصاد العام وينشط الاقتصاد العام. اذا كان بيلبي احتياجات الاقتصاد العام بيكون نحن يعني بنمشي فيه ومنخلي هالمشروع يبصر النور. يعني مثل ما بعرف او مثل ما فهمت انه هو بيكون عنده فكره، نعم، انتم بتدعموها، نحن بتعملوا دراسه، نحن بس الدعمه الماديه من مين؟ ما هون كمان لحتى هلا هيدي مرحله تطبيقيه. نحن المرحله التطبيقيه من بعد ما نكون خطينا اجتازت مرحلة الدراسة نبلش للمرحلة التطبيق. مرحلة التطبيق بتطلع على الوركشوب على المعمل، اوكي، حتى يدعم هيدا الاختراع، لانه يمكن تكون ميزانية هالاختراع او هيدا المشروع بتفوق ميزانية المركز، لانه نحن بشكل عام اذا كانت ميزانية صغيرة المركز فيه يغطيها. يعني نحن فينا نفوت شركة لصاحب الفكرة وفينا نكون شركة له ونفوت معه، إنما إذا كانت الميزانية بتتخطى ميزانيتها بنحوله لمستثمر ولممول وبيصيروا شركة مع بعضهم. يعني من خلال اطلاع على مركزكم، نعم، عرفت إنه عندكم ابتكار وفكرة خلاقة وفريدة من نوعها، نعم، لخلق المشاريع الجديدة للشباب اللبناني. هيدا بيتضمن بلبنان والعالم العربي، خبرني شوي عن التفاصيل هيدي. هو مركزنا صحيح فريد بلبنان وبالعالم العربي من ناحية التجهيزات، من ناحية الفريق العمل اللي بيشتغلوا فيه، ومن ناحية انه مركزنا بيشتغل مع جميع انواع الافكار، مع كل انواع الناس اللي عندها الافكار، يعني اللي عنده مثلا تنقول فكره مثلا بمجال الهندسه، بمجال الطب، بمجال جميع انواع العلوم، الابحاث الى ما هنالك. مركزنا مجهز بهالشيء.
هيدي اوبشن بتميزنا عن غيرها. اوكي، وهذا كمان بيفسح مجال لخلق فرص عمل جديده، اللي بعد ما شفنا حدا بلبنان قام بهالخطوه تجاه الشباب اللبناني، ونحن فاتحين افاق كمان للوطن العربي اللي بحب يتقدم، واهلا وسهلا فيه والملفت لما كنا عم نصور بمعملكم ما لقينا بس انتم عم بتتبنوا مهندس، او انتم كمان هذيك المره كنا عم نصور حدا بيتعاطى يعني بالمجال النجاره والاساس والمفروشات، يعني اشياء كمان تكنيك مهني مش أكيد. بس على التكنيك احنا في اشخاص مهنيين بيجوا كمان حابين مثلا عندهم اختراع معين، يكون واحد متعلم أكيد. او مهندس أكيد. او مش ضروري يكون طبيب او مهندس كمان على الافكار المهنيه كمان بتغطي مشاريع أكيد. مشاريع صغيره كمان أكيد. المهم نرجع من جميع النطاق، اكيد المهم انه تمشط الاقتصاد العام، اذا كانت بتخدم الاقتصاد الوطني القومي نحن بندعمها. حتى نفذها وشفتوا فكره الطاوله كيف قدر حققها، وكان كثير مبسوط، وكانت فكره ناجحه فريده من نوعها. هلا عم نشتغل مع شباب من الوطن العربي على تنفيذ افكار، وان شاء الله بكره بوقت قريب بتبصر النور وبتجوا بتصوروها وبتشوفوها ان شاء الله. فيني بس ارجع اكد اسم الشركه؟ المركز اسمه اف بي للدراسه. وين مركز الشركه؟ اوتوستراد الكاسليك بالشارع العام. وفي رقم تليفون ايميل فيني اخذ شوي؟ موجودين هلا بيمروا على السكرول وهيك. اوكي طيب، ميرسي كثير لك. ميرسي لك وشكرا لتلفزيون مسايا. ميرسي كثير لك. بس ليش تعرفنا عن حالك؟ جورج شهوان، رئيس مجلس إدارة شركة بلاس بروبرتيز. شو هي المشاريع اللي عم بتحضر لها أو محضر لها أو بالأيام القادمة حتصير؟ بلاس بروبرتيز شركة تطوير عقاري بلبنان وبقبرص وهلا كمان باليونان. نحن بهالمعرض عم نشارك، عم نعرض مشاريع قبرص. بقبرص عندنا اليوم 18 مشروع عقاري، عم بيكون في طلب كتير قوي بالسنوات الأخيرة على جزيرة قبرص بسبب نظام الجنسية والإقامة الدائمة يلي جزيرة قبرص عم تعرضها على المستثمرين. اليوم في كتير عرب وروس وصينيين عم يتملكوا بقبرص لأنه بلد حلوة كلها شواطئ جميلة. انت باوروبا، قبرص بلد اوروبي، ويلي بيتملك ابتداء من 100,000 يورو بحق له يحصل هو وعائلته على اقامه دائمه مدى الحياه، ويلي بيستثمر بمبلغ 2,000,000 يورو على فتره 3 سنوات بيحصل على الجنسيه القبرصيه هو وكامل عائلته. هيدي التسهيلات للمشاريع تاعي. اي شخص بيتملك اليوم بالعقار بقبرص عنده امكانيه انه يحصل على اقامه او على الجنسيه. نحن كشركه بلاس بروبرتيز عم نبني مشاريع بلارنكا وبليمسول، والميزانيه تبع الشقه بتبلش بحوالي 100,000 يورو، يعني عم نحكي تقريبا على حوالي 400,000 ريال سعودي او درهم اماراتي. وفي كتير ناس عم يشتروا بالوقت الحاضر لأنه قبرص قريبة، لأنه قبرص شواطئها حلوة، وأهم شيء عنده أمان وعنده استقرار. شو بتنهي لمشاهدينا الكرام بكلمة؟ نحن كمطورين عقاريين لبنانيين بنتمنى طبعا أنه يرجعوا الإخوة العرب على لبنان كسواح